السلام عليكم الناس الخير، خوتي خواتاتي، أنتم على قناة جليلة شانال الحياة بفرنسا. نتمنى أنكم تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة، وتحية مني لكم في ما كنتو كتشاهدوا لي فيديو ديالنا. لا فيديو ديال اليوم هو فيديو مهم، لأنه كيشمل مجموعة ديال الأخبار اللي كتهمكم سواء كنتم مهاجرين أو فرنسيين هنا بفرنسا. نبدأ معكم بالنسبة للعناوين كما عودتكم، هكذا باش تعرفوا اشنو غادي تتابعوا في لا فيديو. بالنسبه للخبر الاول، غادي نتكلموا بالنسبه على لا بريم، ولا بالنسبه على المنحه ديال المساعده ديال البريم ديال نوال. طبيعة الحال اللي كتعرفوها، غادي نشوفوا شكون اللي كيعطيها، غادي نشوفوا التاريخ ديالها، غادي نشوفوا القدر ديالها بالنسبه للاسر اللي فوايي، وكذلك غادي نشوف بالنسبه شكون هما اللي يقدروا انهم يستافدوا منها. كذلك بالنسبه للخبر الثاني، غادي نتكلم بالنسبه على انه التغيير ديال التوقيت بالنسبه لاكتوبر. بالنسبه للخبر الثالث، وكذلك غادي نتكلموا بالنسبه على خصوص القطع ديال الكهرباء، وكذلك غادي نشوفوا بالنسبه للخبر الرابع انواع ديال الشاك ديال الطاقه. انواع ديال الشاك ديال الطاقه، بحيث كنا متعودين على النوع اللي هو الكلاسيكي واللي كانوا كيعطيوه وكيبداو يعطيوه في شهر 3. دابا غنتكلم لكم بالنسبه على 3 ديال الانواع. وكذلك غادي نهضروا على بالنسبه للضريبه نتاع السكن. عرفتوا من قبل تكلمت لكم على الضريبه ديال السكن، تكلمت لكم على الضريبه ديال لاطا نتاع اوديو فيزيال، ولكن الجديد في الامر واللي انه يعني صاي رحنا على نهايه، ما غاديش تبقى لا ضريبه السكن، يعني الضريبه نتاع اوديو فيزيال اصلا صافي تقطعت. ضريبه السكن كانت لبعض الفئات، دابا هي حتى هي تقطع من نهايه السنه، ولكن كاين اشياء اللي نقدر انني نزيدها لكم باش تعرفوها. نظن انه صاي هذا هما الاخبار اللي بغيت انني نتكلم عليهم. نبدا معكم بالنسبه للمساعده ولا المنحه ديال بريم دو نوال. هذه المنحه ديال النوال اللي كتعرفوا على انه كتعطى سنويا هنايا في فرنسا في شهر 12. علاش كتعطى؟ هي الغرض منها اصلا كان انه تعطى للفئات اللي كيكون الدخل ديالهم، الناس اللي كيكونوا موديست، بحال نقولوا حنايا الدخل ديالهم ما فحالهمش. علاش كتعطى؟ كتعطى لهم باش اصلا كيفرحوا يعني وليداتهم في هذا الشهر هذا بانهم يشريوا لهم حويجات. يعني هذا هو الاصل ديال انهم يعطيو هذه المنحه هذه ولا هذه المساعده هذه. بما انكم كعايشين هنايا في فرنسا، طبيعه الحال غادي تمشاو على وشنو القوانين الفرنسيه. طبيعه الحال هذه المساعده هذه قلت لكم كتعطى في شهر 12. العام اللي داز بسبب هذه الازمه هذه عطاوها في 15 في شهر 12، يعني انهم بحال نقولوا سرعوها في 15 في شهر 12. هذه السنه هذه اظن بما انه الحكومه يعني ما عطاتش، مازال ما هضراتش عليها، ما عطاتش شي تاريخ، غادي تكون في 15 شهر 12. اما اذا كانت الحكومه بغات انها تغير التاريخ ديالها بطبيعه الحال، فانه في شهر 11 اللي هو نوفمبر راه غادي يقولوا بلي انهم غادي يغيروا، ولكن اظن تبقى في 15 في شهر 12. شكون هما الناس اللي يقدروا يستافدوا من هذه المساعده؟ هما الناس اللي عندهم الاغاسه معروفين، حيت الناس اللي غادي يستافدوا منها غادي يكونوا اما اللي كتجي لهم هذه المساعده من طرف لاكاف، اما غادي تجيهم هذه المساعده من الاميسا، الناس اللي مسجلين في الاميسا، يا اما غادي تجيكم هذه المساعده من طرف بول امبلوا. نبدا معكم بالنسبه للناس اللي كيتوشيو الاغاسه، بطبيعه الحال غادي تجيهم اما من لاكاف واما الناس اللي مسجلين في الاميسا من الاميسا، هادو كيستافدوا منها. كذلك الناس اللي عندهم الاساساس، يعني الوكاسيون سوليداريتي سبيسيفيك، هما الناس اللي كمل لهم الشوماج وكيزيدوا لهم واحد القدر ولا واحد المده، هادو كتجيكم هاد لابريم نتاع النوال كتجيكم من بول امبلوا، الناس اللي عندهم الوكاسيون ايكيفالون روتريت. وكذلك كاين واحد الفئه بطبيعه الحال واللي بول امبلوا هي اللي غادي تشوفها، على اساس انه الناس اللي كيكونوا يديروا فورماسيون اللي كتكون اغريي بار ليتا، ولكن هذيك الفورماسيون كيكون اصلا ما عندكش شوماج، يعني ما عندكش شوماج ولكن بول امبلوا هي اللي كتفينونسيها لك ولكن اغريي بار ليتا. وحتى هاد الناس باغين انهم يعطوهم لا بريم دو نوال، باش انكم تعرفوا ولا تاكدوا تقدروا انكم تسولوا الكونسيي ديالكم ديال بول امبلوا. اللي بغيت نقول لكم انه تعطى اوتوماتيكيا، يعني اللي من حقه ما غادي ديروا حتى شي ديمارش، تعطى اوتوماتيكيا سواء تجي من لاكاف سواء من ام اس سواء من بول امبلوا. القدر ديالها واللي هو 152 اورو فاصلة 45 سنتيم. هذا القدر هذا هذه مده ما تغيرش، يعني يبقى هو هو، ولكن فاش يتغير يتغير على حسب الحاله العائليه ديالك. واش نتايا عايش بوحدك؟ واش انت عايشه بوحدك؟ واش انت متزوج؟ واش انت متزوجه؟ واش عندكم اولاد؟ واش ما عندكمش اولاد؟ نعطيكم فقط مثال، اذا كان هنالك كوبل وعنده جوج ديال الوليدات كيعطيو لهم 320 اورو. هنا كنتكلم بالنسبه للناس اللي كتعطى لهم من طرف لاكاف ولا من طرف الاميسا، كوبل زائد جوج الوليدات 320 اورو.
كذلك بالنسبة أنه مثلا كاين كوبل زائد 4 الوليدات 422 أورو. ناخذ مثلا مثال شخص عايش غير هو والابن ديالو، ولا سيدة عايشة غير هي والابن ديالها، ولا غير هي والابن ديالها، يعني جوج الأشخاص هنايا 228 أورو. ناخذ مثال آخر، مثلا كاين كوبل اللي ما عندهمش أولاد كياخذوا هنايا 200 حتى هما 28 أورو فاصلة 67. أنا فقط اللي عطيت لكم، اللي بغيت نقول لكم وهو انه شكون غادي يستافد منها، عرفتوها التاريخ، عرفتوها القدر، عرفتو اللي بغيت انني نقول لكم ما تشغلوش راسكم، تعطى اوتوماتيكيا. دابا غادي نمشيو بالنسبه للتوقيت ديال اكتوبر. كتعرفوا على انه تتغير الساعه في توقيت اكتوبر، فوقتاش تغير؟ غادي تغير نهار السبت 29 اكتوبر في الليل، اللي غادي يصبح ليه غدا ليه الاحد 30 اكتوبر. كيفاش تغير؟ على انه فاش كتكون 3 د الصباح غادي ترجع 2 د الصباح. يعني هذا هو وشنو هو، غادي نقصوا ساعه، بمعنى اننا غادي نقصوا 60 دقيقه. وبين كنقولوا نقصوا 60 دقيقه، يعني اننا غادي نبقاو نقدروا نعسوا واحد الساعه اللي هي زايده على غرار ما هو حاليا. بمعنى انه دابا غادي نقصوا ساعه، اما فاش يدخل علينا مارس 2023 غادي هاد الساعه اللي نقصناها دابا في شهر اكتوبر غادي خاصنا نزيدوها. ولكن في انتظار غادي نشوفوا، على انه واحد المره الحكومه الفرنسيه قالت ربما انه غادي يجي واحد الوقيته اللي غادي يحبسوا هادي نتاع نقص ساعه زيد ساعه، الى متى مازال ما عرفناش. دابا نمشي معكم بالنسبه للخبر ديال قطع الكهرباء. المره الفايته كنت تكلمت لكم يعني وبعجاله بخصوص هذا الامر ديال قطع الكهرباء، وهو ليس بالامر الهين بطبيعه الحال. كتعرفوا على انهم الحكومه كتقول اللي عنده مثلا لي بواط ديال الكهرباء من هذا النوع لينكي هذا، يعني هذا النوع الجديد هذا، على انه غادي يقطعوا لهم واحد الفترات. ولكن في التصريح اللي شفته اليوم على انهم كيقولوا راه اذا بغينا نقطعوا لهاد الناس ديال هاد النوع نتاع لي بواط اللي عندهم، ما غاديش غير نجيو نقطعوا لهم، ولكن اذا كان هنالك طلب من طرف الزبون. يعني الزبون يقول لك فوالا معليش انايا اذا بغيتو تقطعوا لي مثلا ما بين 12 و3، ربما يكون في العمل وما يكونش في الدار. يعني الزبون هو الذي يحدد. هذا التصريح اللي شفتو ان هذا الصباح. كذلك على انهم اشنو قالوا، قالوا كذلك بالنسبه للاشخاص اللي كيكونوا ما باغينش يديو الفاتوره ديال الكهرباء، حتى هادو كيبقاو انهم يقطعوا لهم الضوء. ولكن لنا عوده مع هاد المواضيع، شوفوا كاع هاد المواضيع ديال الكهرباء ديال الغاز ديال الطاقه غادي يكون دائما تجديد معها، يعني في اعاده هاد الاخبار هذه، ليست بمواضيع ولكن هي هاد الاخبار هذه غادي يكون دائما لنا عوده معها لانها متكرره على الطاوله ديال الحكومه. دابا غادي نمشي معكم بالنسبه لانواع ديال شك الطاقه. كتعرفوا النوع الكلاسيكي اللي كنعرفوه هو اللي كيرسلوه لنا ما بين شهر مارس وشهر افريل من كل سنه. هاد النوع هذا كيتسمى شاك طاقة الكلاسيكي، شاك انرجيك كلاسيك، هذا هو. اما دابا كي قلت لكم وكيف شفتوا من خلال العنوان كاين ثلاثه ديال الانواع. كاين واحد النوع اللي ديجا هضرت عليه في الفيديو السابق اللي قلت لكم يرسلوه في 8 في شهر 11، يعني 8 نوفمبر، خاص بالناس اللي كيستعملوا الفيول. كاين واحد النوع ديال واحد الشاك اللي هو اكسبسيونيل، اللي هو خاص بالطاقه، اللي ربما الحكومه غادي تعطي لنا لي ديتاي اكثر، واللي قالوا يكون في اخر سنه 2022 ولكن يكون اكسبسيونيل. دابا غادي نشوفوا شكون وشكون يستافد منه ولاي فئه يعني غادي تقدر توصل به. وكاين الشاك الكلاسيكي اللي هو كيجي كل سنه ما بين شهر مارس وشهر افريل. يعني هنايا كاين ثلاثه ديال الانواع ديال شاك الطاقه. دابا نمشي معكم للخبر الاخير بالنسبه للضرائب. ما عرفتش واش كلكم، اسمحوا لي نوريكم اشنو توصل. دير هكذا، ما عرفتش واش كلكم توصلتوا من هاد الورقه ولا هاد الكوغيي، ها هو اللي جاي من الوزاره. ها هو الوغ هاد الكوغي هذا جا من وزارة الاقتصاد، واللي تلقيتو في يعني في 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 لابواط على لاتخ. هنايا مسيو برينو لو مير اللي هو وزير الاقتصاد، وهنايا كاتبين جابرييل اتال، اللي كيقول على انه كيعلم الناس ولا المواطنين على انهم نهايه ديال لوديوفيزيال ولا تاكس دابيتاسيون بزوجهم، مع العلم انه الاوديوفيزيال كان من قبل صافي يعني ما بقاش، ولا تاكس دابيتاسيون اللي هي الضريبه على السكن كانت بحال نقولوا حيدوها لواحد الفئه وكانت باقيه واحد الفئه. دابا حاليا اللي خاصكم تعرفوا على انه الضريبه ديال السكن يعني هذا هو العام التالي ديالها، ولكن بالنسبه للاشخاص اللي عندهم
كيفاش كنقولوا حنايا عندهم، حنقولوا منزل تاني. منزل تاني يعني عندك دار اخرى. بالنسبه لهاد الناس غادي يبقاو يخلصوا الضريبه. اما بالنسبه للناس اللي يعني العاديين اللي عندهم غير دار وحده وكارينها، بالنسبه لهاد الاشخاص هادو ما غاديش يبقاو يخلصوا ضريبه السكن. ولكن اذا راها عاد عليكم شي ضريبه السكن، يعني راها عاد عليكم مازال ما خلصتوهاش، خاصكم اما تخلصوها اونلاين في سور لو كونت ديالكم ديال impots.gouv.fr، ولا خاصكم انكم تمشيو يعني ديبلاصاو للضرائب باش انكم تخلصوها. يعني هادشي اللي بغيت نقول لكم واللي بغات تعلمنا به الوزاره، انه جينا على نهايه كاع الضريبه اللي كنا كنخلصوها من قبل، سواء ديال اوديوفيزيال ولا ضريبه السكن. الوغ، واش نسيت لكم شي خبر اخر؟ ولا نظن انه جميع الاخبار اللي بغيت انني نقولها لكم قلتها لكم. جينا على نهايه نتاع لا فيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هاد يعني في هاد لا فيديو هذا من خلال هاد الاخبار. نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. شكرا كاع الناس اللي كتبغي تشجعني بتعليق ولا بلايك باش لا فيديو انه يقدر يتشاف، وكذلك حتى الناس اللي كتبغي تبارطاجي ما بيناتها. شكرا لكم وبارك الله فيكم، مع السلامه.